بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، أهلا بكم في مقرر مهارات الإتصال والتفاوض. هنكمل بقية المحاضرات. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن نافذة جوهري على أو للنفس البشرية. طبعا هذه النافذة خاصة باثنين من العلماء، جوزيف لوفت وهاري إنجهام، فسميت النافذة بجو هاري. هذه النافذة هي عبارة عن محورين، واحد رأسي عليه الفرد والآخر عليه الآخرون، وكل محور بينقسم قسمين، فبالتالي يبقى عندي 4 مناطق. المنطقة الأولى اسمها منطقة التفتح، المنطقة الثانية اسمها القناع، الثالثة اسمها العمياء، الرابعة المجهولة. لما نيجي نشوف المنطقة الأولى اللي هي منطقة التفتح، أو أحيانا يقال عنها منطقة الوضوح، هذه المنطقة عندما بتعني إنه الفرد يعرف نفسه وتعرفه المجموعة التي يعمل معها. هذه النافذة بتعبر عن انفتاح الفرد على الآخرين وانفتاح المجموعة مع الفرد، وهذا التبصر والتفتح بيؤدي إلى تحويل التفاعل ما بين الفرد والمجموعة إلى أمر ممتع، يسهل عملية الاتصال ويقضي على أي صراع. الأخرى أو الثانية القناع، وفي منطقة بنجد إنه في حاجات يعني يعرفها الفرد عن نفسه ولا يشرك الآخرين فيها لأسباب عرفية أو أخلاقية أو دينية، زي أخطائنا وأسرارنا وأمنياتنا ونقاط ضعفنا ومخاوفنا، يمكن إحنا نعرفها لكن ما بنحاولش نعرف بيها الآخرين. فمثلا عندما يشعر الفرد بألم أو بحاجة ماسة إلى البكاء، فإنه يسيطر على ذلك ولا يظهر ذلك الإنفعال أمام الآخرين. نضع أقنعة كثيرة على أنفسنا، الفرد الذي يشتري السيارة بالتقسيط ويرتدي ملابس فاخرة، لكن هذه المنطقة لا تدوم كثيرا. الثالثة المنطقة العمياء، من سماتها إنه الناس بتعرف الفرد رغم إنه هو يجهل نفسه. هناك بعض التصرفات التي تصدر عن الفرد وتقوم المجموعة بتفسيرها وإعطائها معنى معين وهو لا يدري عنها شيء، زي التحدث مع الزملاء بتعالي، الجلوس بطريقة معينة. المنطقة الأخيرة اسمها المنطقة، وهذه المنطقة تتضمن غموض غير معروف، الأشياء التي لا يعرفها الفرد عن نفسه ولا الآخرون يعرفون ذلك. خروج أحد الأفراد من الحفلة مثلا ويتعجب الآخرون من خروجه، ويجي يقولوا له أنت خرجت ليه؟ يقول والله ما أعرفش السبب. لاحظ حاجة، إن كل واحد فينا عنده هذه المناطق الأربعة، لكن المساحات بتاعتها بتختلف من شخص إلى آخر. كلما اتسعت المنطقة المفتوحة كانت علاقاتك أكبر، وكلما يعني كانت منطقة القناع كبيرة أو واسعة كانت علاقاتك ضعيفة. كلما اتسعت المنطقة العمياء فإن ذلك يدل على عدم تقبل الفرد للنصيحة من الآخرين. لما اتسعت المنطقة المجهولة كانت خبرتك بذاتك وبالعالم من حولك ضعيفة. هنبص مع بعض على منطقة إعداد وكتابة. أولا، ما هو التقرير؟ هو عرض مكتوب لمجموعة حقائق خاصة بموضوع معين أو مشكلة معينة. هيختلف التقرير باختلاف الهدف منه، سواء كان بقى تقرير إداري، فني، طبي. التقرير وسيلة هامة جدا للاتصال. الهدف من إعداد
وكتابة التقارير هو نقل المعلومات، وفي بعض الحالات تستخدم التقارير كوسيلة لتقديم توصيات أو اقتراحات. لما تيجي تكتب تقرير لازم تراعي مجموعة من الأمور: الوضوح، الإيجاز الشمول، يعني أن يكون كاملا، أن يكون دقيقا. يبقى الوضوح، الإيجاز، الكمال، الدقة. هل التقارير مهمة؟ نعم، ليه مهمة؟ تعتبر مصدر دائم للمعلومات، تساعد على فهم واستيعاب المعلومات والحقائق، قاعدة أساسية لاتخاذ القرارات، حدث نمو كثير في العمليات في مجال الأعمال وتعقدها في المدى الطويل جعل للتقارير أهمية، تنامي وازدياد الحاجة لطرق أفضل لقياس أداء. أهداف التقرير: 1- إخبار أو إعلام الغير بأمر من الأمور، تحريك وتعديل سلوك الآخرين، عرض نتائج الأبحاث، معاونة الإدارة في أداء الوظائف الإدارية، التخطيط والرقابة والمتابعة والتوجيه، التوثيق والتسجيل، تبادل المعلومات. بتعتبر التقارير مرجع يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة. مراحل إعداد وكتابة التقارير: أول مرحلة مرحلة الإعداد، وفي الإعداد حضرتك لازم تحدد مجموعة عناصر: ما هو الإطار العام للتقرير؟ من هو قارئ التقرير؟ ما هو الهدف من إعداد التقرير؟ ثم المعلومات التي يتضمنها التقرير. المرحلة الثانية مرحلة التنظيم والبناء الهيكلي، وفيها بيتحدد حضرتك الهيكل العام للتقرير، إنه أي تقرير يبقى ليه بداية وليه متن أو صلب ثم نهاية أو خاتمة، ثم المنطق العام للتقرير. المرحلة الثالثة كتابة التقرير، وعند كتابة التقرير لابد أن تراعي مجموعة أمور: أن تكون الفقرات قصيرة قدر المستطاع، استخدام وسائل الإيضاح المناسبة، أسهم، دوائر، جداول، إشارات معينة، الانتقال من فقرة إلى فقرة بسلاسة ويسر، اختيار أسلوب الكتابة المناسب للتقرير، أن يكون التقرير واضحا وملخصا وكاملا ودقيقا. ثم مرحلة المراجعة عند إعادة كتابة المسودة، راجع قبل طباعة المسودة الأخيرة، وأخيرا قبل توزيع التقرير. مواصفات التقرير الجيد: البعد الزمني والشمولية، أسلوب العرض، الدقة وصحة البيانات، مناسبة الحجم، القدرة على الإقناع، الموضوعية. أنواع التقارير: من حيث الزمن، في تقارير دورية قد تكون يومية، أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية. في تقارير غير دورية، ودي ترتبط بأحداث معينة غير متوقعة. أيضا من حيث الهدف من التقرير، ممكن يبقى عندنا تقارير متابعة، ودي بترتبط بخطة أو بخطة موضوعة أو ببرنامج أو مشروع جاري تنفيذه. تقارير معلومات، ودي بتنقل المعلومات عن الأحداث أو المواقف المعينة، إخبارية يعني. وفي تقارير دراسات، نتائج البحوث والدراسات التي تجرى داخل المنشأة أو في البيئة. وفي تقارير تقييم الأداء، اللي هي بتقيم مستوى أداء المرؤوسين من خلال معايير موضوعة مسبقا. من حيث محتوى التقرير، في عندي تقارير الأنشطة زي الإنتاج والمبيعات والمشتريات، في تقارير محاملية ومحاسبية حساب الأرباح والخسائر والمتاجرة، في تقارير الأفراد اللي هي معلومات عن الأفراد وتمس الجانب الشخصي والوظيفي والسلوكي. حيث الشكل، ممكن يبقى عندي تقارير وصفية، تقارير سابقة التصميم،
والوصفية يعني بدرس سوق معين فبشوف اتجاهات المستهلكين ايه. سابقة التصميم نماذج معدة مسبقا وبتقوم حضرتك بملئها. تذكر هنا عزيزي الدارس أن الهيكل العام للتقرير عبارة عن بداية، صفحة الغلاف، المحتويات، إجراءات التعديل، المقدمة، ملخص الإدارة، ثم صلب التقرير اللي هو عرض المعلومات، الجداول، الرسوم البيانية، الدراسة والتحليل، ثم خاتمة التقرير، النتائج والتوصيات والملاحة. مشكلات وصعوبات تواجه كاتب التقرير. في مشكلات خاصة بالمعلومات مش موجودة أو سرية أو حجب المعلومات أو غياب المعلومات أو عدم دورية المعلومات. في تقرير خاصة باللغة، أخطاء إملائية وأخطاء شكلية وعدم القدرة على التعبير واستخدام مصطلحات في غير موضعها. في تقارير بأهداف مشكلات خاصة بأهداف التقرير، تأثر بالنتائج المحتملة، عدم وضوح الأهداف في ذهن المسؤولين، عدم وضوح المعلومات في ذهن الكاتب. في أيضا مشكلات خاصة بشكل التقرير، عدم الالتزام بالهيكل المنهجي للتقرير، وجود حشو وبعض التفصيلات في غير موضعها. في أيضا مشاكل خاصة بالموضوع، مفيش ترابط بين الموضوع أو أجزاء الموضوع أو سلسلة تسلسل أو الحجم المناسب للتقرير أو قصور الاستدلال. أيضا في تقارير خاصة بكاتب التقرير نفسه، عنده حالة من الإهمال، اللامبالاة، بيفرض إرادته وآراءه في التقرير. في تقارير خاصة بالقارئ نفسه، استعجل وهو بيقرأ، عدم الدراية، تدخل بآرائه الخاصة، عدم انتقائه للوقت والظروف الملائمة للتقرير، كأنه بيقرأ التقرير وهو مثلا ما هواش حالته النفسية على ما يرام، أو قد يكون مرهق يعني. دي مجموعة نصائح عامة علشان تقريرك يبقى فعال، أن يكتب بلغة واضحة خاليا من الأخطاء، تستخدم الإيضاحات، يقدم في الوقت المناسب، له بداية وسط ونهاية، له ترتيب كامل ودقيق وصادق موضوعي، له خلاصة، أن يكون مختصرا. مفهوم الفصل الخامس، التفاوض، هو حوار بين طرفين عشان نصل إلى حل يرضي الطرفين نتيجة وجود قضية أو نزاع معين. إذا التقرير بيعتمد على وجود طرفين أو أكثر، مثلا خلينا نقول بائع ومشتري، وجود قضية في مشكلة. وزي ما هو واضح قدام حضرتك كده إنه علم التفاوض هو علم تحقيق المستحيل انطلاقا من الممكن. لو بصيت الجزء الأبيض اللي هو إطار الممكن، اللي هي نقطة الاتفاق، بناخدها ونبدأ نحاول إنه إحنا نزيل المنطقة الرمادية اللي هي منطقة الخلافات. يبقى عايز يقول لي مهما كان هناك اختلاف ما بين الأطراف، هنجد إنه في نقطة اتفاق معينة، فننطلق من الممكن للتغلب على المستحيل. زي هنا مثلا ما بيقول، عندما تقرر شراء غسالة معينة فإنك تذهب إلى المتجر وعندك رغبة للشراء، هنا تقابلها لدى البائع رغبة للبيع. طيب الجزء اللي بيمثل قاعدة الجبل الثلجي اللي هو الرمادية، دي شروط الصفقة اللي سيتم التواصل لها من خلال السعر أو خدمات ما بعد البيع. كلما كان المشتري بارعا، كلما استطاع أن يذيب قاعدة جبل الثلج التفاوضي الذي يواجهه عند شراء السلع. عناصر التفاوض، يبقى في هدف تفاوضي لابد. التفاوض ليس غاية وإنما وسيلة لتحقيق أهداف، وقد يكون الهدف التفاوضي القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو مزيج ما بين هذا وذاك. 2، أطراف التفاوض مباشرة، الأطراف المباشرة هي التي تجلس على مائدة المفاوضات، والأطراف غير المباشرة هي التي لا تجلس لكنها تؤثر في سير العملية التفاوضية. 3، القضية التفاوضية، قد تكون قضية خاصة بالسلعة، خاصة بشروط توريد، قضية عامة، قضية شخصية، اقتصادية إلى آخره. أنواع التفاوض، الاتفاق
أول نوع الاتفاق لصالح الطرفين، وده معناها إنه win and win strategy، أنا أكسب وأنت تكسب، أو التفاوض من أجل مكسب لأحد الأطراف وخسارة لطرف آخر، إنه أنا أكسب وأنت تخسر، وغالبا الطرف القوي هو اللي بيكسب. التفاوض الاستكشافي بيهدف إلى اكتشاف النوايا للأطراف المتقابلة، وقد يكون مباشر أو يعني قد يكون مباشرة أو من قبل طرف وسيط. في التفاوض التسكيني، وده بيهدف إلى تسكين وتهدئة الأوضاع أو تمييعها أحيانا من أجل خفض مستوى حالة التصارع والتناحر، وذلك لصالح مفاوضات مقبلة قد تكون فيها الظروف أكثر موائمة لطرف ما أو للاثنين معا. في تفاوض التأثير في طرف ثالث، ولا يحدث هذا التفاوض من منطلق التأثير في الطرف المباشر، وإنما للتأثير في طرف ثالث مهم لجذبه لوجهة نظر معينة أو لتحديد دوره بخصوص الصراع مع الخصم المباشر. في تفاوض الوسيط، وهو ما يعرف في العلوم السياسية بثالث الطرف الثالث، يتم اللجوء إلى الوسيط في هذا النوع من التفاوض باعتباره إيه؟ يعني محايد، إلا أن المحللين لتفاوض الوسيط يقولون بأن هذا الوسيط يكون في أكثر الأحيان متحيزا، خاصة في المجال السياسي. شروط التفاوض 5: القدرة، الرغبة، القوة التفاوضية، المعلومات، البيئة المحيطة. هتبص تلاقي حضرتك هنا أول حاجة القدرة، ولازم الأطراف اللي هتقوم بعملية التفاوض يبقى عندها قدرة، قدرة يعني فاهمة. فبالضروري الاهتمام بقدرة تفاوضية لفريق التفاوض من خلال إيه بقى؟ اختيار الجيد لأعضاء الفريق، انسجام بينهم وبين بعضهم، تدريبهم وتثقيفهم، متابعة لأداء الفريق التفاوضي، نتابعهم، توفير كافة التسهيلات سواء كان مادية أو غير مادية التي تيسر لهم العملية التفاوضية. طيب، في قدرة، لازم يبقى عندي رغبة، فلابد أن يكون هناك رغبة من قبل الطرفين للجلوس على طاولة أو مائدة التفاوض، ونية صادقة للوصول إلى اتفاق يعظم مصالح الطرفين. المعلومات، طبعا نجاح العملية التفاوضية بيتوقف على مدى إيه بقى هنا؟ توافر المعلومات عن ظروف التوريد والطرف الآخر للتفاوض. مش ممكن حضرتك رايح تقعد مع طرف تتفاوض معاه وإنت مش عارف عنه حاجة أو لا تعلم عنه شيئا، فلا بد أن تكون على دراية بظروف الطرف الآخر، جامع جيد للمعلومات عنه وعن صناعته وعن الاتجاهات الأسعار ونقاط قواه ونقاط ضعفه إلى آخره. كل ذلك يمكنك من تحقيق تفاوض ناجح أو جيد. 4: البيئة المحيطة، يتطلب الأمر هنا في البيئة المحيطة إنه يبقى في توازن ما بين مصالح الطرفين والوصول إلى اتفاق يرضي طرفي التفاوض حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التفاوض. وإذا لم يكن هناك توازن بين مصالح الطرفين فلن يتحقق الهدف من التفاوض. القوة التفاوضية، وترتبط القوة التفاوضية بحدود أو مدى السلطة والتفويض الذي تمنحه أو الذي تم منحه للفرد كي يتفاوض. سلطتك إيه وأنت رايح تتفاوض؟ هل معاك سلطات كاملة؟ ولا السلطة يعني مكبلة أو مقيدة؟ إيه الإطار الحركة أو ما هو إطار الحركة المسموح لك بالتحرك فيه؟ مساحة اللي تقدر تتحرك فيها، وإطار الحركة المسموح له بالسير فيه وعدم تعديه أو اختراقه فيما يتصل بالموضوع أو القضية التي يتم التفاوض بشأنها. هل في فرق بين التفاوض والمساومة؟ نعم، التفاوض عملية معقدة جدا، تتطلب وقت وجهد وأثرها طويلة المدى وتعتمد على المكسب للجميع، لكن المساومة عملية بسيطة لا تتطلب إلا القليل من الوقت، بالإضافة إلى أن آثار المساومة تكون قصيرة الأجل. لذلك عادة ما تطبق استراتيجية أنا أكسب وأنت تخسر. خطوات التفاوض، تحديد وتشخيص القضية التفاوضية، ودي أولى عملية التفاوض،
وتتطلب معرفة وتحديد وتشخيص القضية المتفاوض بشأنها، ومعرفة كافة عناصرها وعواملها، وتحديد كل طرف من أطراف القضية والذين سيتم التفاوض معهم، والموقف التفاوضي بدقة لكل طرف من أطراف التفاوض، ومعرفة ماذا يرغب أو يهدف من عملية التفاوض. أنت عايز إيه من التفاوض؟ يبقى لابد أن تكون هناك قضية كي نتفاوض عليها، فإذا لم تكن هناك قضية فلا مجال للتفاوض. 2، تهيئة المناخ للتفاوض، وهنا يحاول كل طرف من الطرفين المتفاوضين خلق جو من التجاوب والتفاهم مع الطرف الآخر لكي نكون انطباعا مبدئيا طيبا عن بعضنا البعض. يعني التهيئة دي كل طرف بيحاول يخلق جو من التجاوب والتفاهم مع الطرف الآخر عشان يكون انطباع إيجابي عنه، وفي نفس الوقت يكتشف الاستراتيجية التي سوف يسير على نهجها في عملية التفاوض. وهذه المرحلة غالبا ما تكون قصيرة وبعيدة عن الرسميات، وتقتصر عادة على لقاءات النادي أو على حفلات التعارف يتم فيها تبادل عبارات المجاملة والترحيب. قبول الخصم للتفاوض، وهنا بنقول تنجح المفاوضات أو تكون أكثر يسرا، خاصة مع إقناع الطرف الآخر بأنه من مصلحته التفاوض، وأن التفاوض هو الطريق الوحيد بل والممكن لحل النزاع القائم أو للحصول على المنفعة المطلوب أو لجني المكاسب. يبقى لابد أن كل طرف يبقى عنده قناعة بأن التفاوض هو خير وسيلة للاتفاق أو خير وسيلة للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. الخطوة 4، التمهيد لعملية التفاوض الفعلية، وهنا يتم اختيار فريق التفاوض وإعدادهم وتدريبهم على القيام بعملية التفاوض المطلوبة وإعطائهم خطاب التفويض اللي بيحدد لهم الصلاحيات. أيضا هنا يتم وضع الاستراتيجيات التفاوضية واختيار السياسات التفاوضية المناسبة لكل مرحلة من مراحل التفاوض. أيضا نتفق هنا على جدول الأعمال، أجندة المفاوضات، اختيار مكان التفاوض وتجهيزه وإعداده بشكل جيد حتى يكون صالحا ومناسبا للجلسات التفاوضية، توفير كافة التسهيلات الخاصة بهم. بدء الخطوة 5، جلسات التفاوض الفعلية، وتتضمن اختيار التكتيكات التفاوضية المناسبة، استعانة بالأدوات التفاوضية المناسبة، ممارسة الضغوط التفاوضية على الطرف الآخر زي الوقت والتكلفة والجهد والضغط النفسي والإعلامي. 6، الوصول إلى الاتفاق الختامي وتوقيعه. علشان كده بيقول لي هنا لا قيمة لأي اتفاق من الناحية القانونية إذا لم يتم توقيعه في شكل اتفاقية موقعة وملزمة للطرفين المتفاوضين، ويجب الاهتمام بأن تكون الاتفاقية شاملة وتفصيلية تحتوي على كل الجوانب ويراعى فيها اعتبارات الشكل والمضمون ومن حيث جودة وصحة ودقة اختيار الألفاظ والتعبيرات. مبادئ كثيرة الحقيقة للتفاوض. حاول أن تتم المفاوضات على أرضك فده يبقى أفضل. كن مستعد للتفاوض، تحدث بثقة ولا ترتبك. إياك أن تستهين بالطرف الآخر، إياك أن تتسرع في اتخاذ القرار، دع الطرف الآخر يتحدث في البداية، حاول أن تكون مستمعا جيدا، اقتناع بعدالة وصدق القضية التفاوضية، الاعتماد على التدرج في الحديث وعدم إفشاء المعلومات المتوفرة لديك. الاعتماد على المعلومات الصحيحة، إبراز نقاط القوة، التفاوض، القدرة على الإقناع، الاعتماد على العقل والمنطق، التجديد المستمر في طرق وأساليب التفاوض، الحرص والحذر وعدم الاندفاع عندما يحاول الطرف الآخر استفزازك.